ومع استمرار الحرب في قطاع غزة ومع طبيعة الواقع الإقليمية والدولية، فإن كرة النار التي بدأت في غزة يخشى من اتساعها وتمددها إلى جهات أخرى، لا سيما في جبهة جنوب لبنان. فالجبهة اللبنانية تشتعل، والتصعيد بين إسرائيل وحزب الله يدخل مرحلة خطرة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلي الأستاذ عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح من رام الله. صباح الخير يا فندم. التحية لكم سيدي ومن خلالك للمشاهدين الكرام. آخر تطورات الوضع في قطاع غزة من وجهة نظر حضرتك، وكما نرى جميعا ما زالت آلة الحرب مستمرة في حصد العشرات من الأرواح يوميا بل كل ساعة. هكذا هو المشهد سيدي الفاضل، آلة القتل مستمرة في مجازرها ومذابحها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه التحديد وفي كل مكان في فلسطين المحتلة. أيضا بالأمس أخذوا قرارا بتعزيز قواتهم الإجرامية في مدينة رفح الفلسطينية، وهو ما ينذر بتواصل هذا الهجوم على رفح وتوسيع هذا الهجوم، وبالتالي فإن هذه الأعداد من الشهداء التي يعني تصلنا في كل لحظة وفي كل دقيقة هي ترتفع وتزداد نتيجة تواصل هذا العدوان ونتيجة إصرار نتنياهو ومجلس حربه وائتلاف اليمين المتطرف على عدوانهم على الشعب الفلسطيني. من الواضح ان هذا الاحتلال قد اخذ قرارا بالسيطره الكامله على قطاع غزه، وتحديدا بعد ان سيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وكانهم يريدون اعاده الاحتلال، وهو ما يتفق عليه كل اركان دوله الاحتلال، الجيش مع الحكومه كلهم مع اعاده السيطره الامنيه كما يطلقونها على قطاع غزه، يعني احتلال غزه، وهذا كله تحت وطأة القتل والدمار. قطاع غزة تقريبا تدمر شبه بالكامل ولم يتبقى منه إلا القليل، وأقصد رفح، وها هم ماضون صوب رفح المصرية لتدميرها وقتل كل شيء له علاقة بالحياة في قطاع غزة، يريدون أن يجعلوا من القطاع مكانا غير قابل للحياة. هذا هو المشهد في قطاع غزة، دمار، قتل، تجويع، حصار، نزوح. البعض مزح للمرة السابعة على التوالي داخل القطاع، وهو مشهد مؤلم وكلنا نشهده على مرأى ومسمع العالم هذا المحتل. أستاذ عبد الفتاح، إحكام السيطرة من الجانب الإسرائيلي على المعابر والتي كان يدخل من خلالها خاصة معبر رفح المساعدات الإنسانية، كيف تقرأ المشهد مع غلق هذه المعابر وعدم دخول أي شاحنات أو أي من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى شعب غزة؟ يعني هو سيدي يريد أن يعزل قطاع غزة تماما، سواء عن الشقيقة الجارة العظيمة مصر أو عن الضفة الغربية، حتى لا يكون هناك أي تواصل جغرافي وسياسي، وبالتالي هم يريدون تصفية القضية الفلسطينية. ثم أنهم يريدون أن يعزلوا قطاع غزة عن مصر، لأن مصر وقفت وقفة جدية إلى جانب الشعب الفلسطيني وقامت بإرسال كل المساعدات منذ اليوم الأول، ورفضت الانصياع إلى كل الضغوطات التي من شأنها أن تحول دون وصول المساعدات، وعندما أعاق الاحتلال إيصالها أوصلتها مصر عبر الجو، ولأن مصر تقف وقفة حقيقية إلى جانب الشعب الفلسطيني، هم لا يعجبهم ذلك الأمر، وبالتالي كما قلت هم يريدون السيطرة على قطاع غزة وعزلها عن محيطها سواء الفلسطيني أو المصري، وأمريكا تساعدهم في ذلك عندما وفرت لهم هذا الميناء العائم، وكأن الميناء العائم يستطيع أن يقدم ما يقدمه معبر رفح والمعابر الأخرى. لو كانت أمريكا جادة وصادقة في هذه المساعي الإنسانية لفرضت على الاحتلال عدم السيطرة على معبر رفح وفتح هذا المعبر بشكل دائم، لأنه أسهل مكان يمكن أن تصل. أستاذ عبد الفتاح، أنتم في حركة فتح يعني قلتم أن الميناء العائم هو تكريس للاحتلال وعزل لقطاع غزة، كيف ذلك؟ نعم، أولا يعني معبر رفح هذا المعبر السيادي والبوابة السيادية الوحيدة في قطاع غزة ما بيننا وبين الشقيقة مصر، والذي يعني يحافظ على الحالة السيادية الفلسطينية مع دولة شقيقة. هذا الاحتلال عندما يسيطر على المعبر وعندما يحكم احتلاله
لقطاع غزة، معنى ذلك أنها إعادة احتلال. هذا الميناء البري أو الميناء المائي عفوا العائم، عندما جاءت للعائم، عندما جاءت به أمريكا على شاطئ غزة، هي تريد أن توفر بدائل لنتنياهو، تقول يعني لست بحاجة إلى معبر رفح، لست بحاجة إلى المعابر الأخرى، ونحن نوفر لك البديل الذي سنقول أننا ندخل المساعدات منه، ولربما يكون له مآرب أخرى، هناك 1000 جندي من المارينز الأمريكي مع هذا الميناء العائم، وبالتالي هذا يشكل بديلا للمعبر السيادي والسيادة الفلسطينية، وهو تكريس لاحتلال القطاع، لأنه يلغي كل وجود سياسي آخر ما بيننا وما بين مصر كدولتين، فلسطينية دولة تحت الاحتلال وجمهورية مصر العربية، وكذلك عزلها عن الضفة الفلسطينية. هذا البناء يوفر هذا المخرج لنتنياهو للاستمرار في مشروعه الذي يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وعزل غزة نهائيا عن كل محيطها. يبدو أن إسرائيل لن تستمع للنداءات الدولية بفتح معبر رفح مرة أخرى، وستعتمد على الميناء العائم كما تفضلتم بالحديث عن ذلك. في ظل هذا استمرار الوضع، ما هو المتوقع في قطاع غزة، خاصة أن وكالة الأنروا حذرت من مجاعة وشيكة في قطاع غزة مع استمرار التعنت الإسرائيلي بحجب المساعدات وإغلاق معبر رفح؟ بكل أسف هي لم تستمع ولن تستمع، لأن هناك من يشكل لها غطاء ويشكل لها بديلا. أمريكا بدل أن يكون لها موقف أخلاقي وإنساني يسجل لها، هي اختارت أن تقف إلى جانب العدوان وإلى جانب الاحتلال، وبالتالي عندما توفر الإدارة الأمريكية بدائل لنتنياهو، معنى ذلك أنها تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو بالمضي في عدوانه ومماركاته وحصاره على قطاع غزة، وهذا الاحتلال يشعر أنه في مأمن من العقاب، وأن هناك من يوفر له الدعم ويوفر له الحماية، ودولة الاحتلال ليست بحاجة إلى أي أحد في هذا العالم طالما أن أمريكا تقف إلى جانبها، وأمريكا تهيمن على القرار الدولي وتهيمن على القانون الدولي، ولا تقوم بأي فعل حقيقي إنساني وقانوني وأخلاقي تجاه محاسبة هذا الاحتلال ووقف عدوانه وتجاه إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني. المشكلة سيدي الفاضل هي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها من يشجع الاحتلال على عدم الانقياع والاستماع إلى الإرادة الدولية والنداءات الدولية وتحديدا الإنسانية منها، والتي تحذر المنظومة الدولية من تفاقم الحالة الإنسانية والكارثة التي حاصلة الآن في قطاع غزة، والتي قد تتفاقم مع استمرار الهجوم على رفح. المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو والضغط الشعبي الإسرائيلي على حكومة نتنياهو بوقف هذه الحرب، إلى أي مدى تعولون عليها في إرضاخ نتنياهو لهذا القرار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ يعني بكل تأكيد هي تخلق حالة من الإرباك في داخل دولة الاحتلال، لكن كل هذا لا يعني نتنياهو، يعني نتنياهو أن يظل ائتلافه متماسكا، وطالما أن هناك ائتلافا يحمي وجوده في الحكم، أقصد ائتلاف اليمين المتطرف الذي لا يزال حتى هذه اللحظة قادر على السيطرة على الحكومة وعلى الحكم، فإن نتنياهو لن يلقي بالا لكل ما يحدث، هو يهم أن يظل في الحكم، وطالما أن هناك من يدعم ويحمي وجوده في الحكم من خلال طبعا اليمين، شرط اليمين المتطرف للحفاظ على هذا الائتلاف هو استمرار العدوان، وبالتالي مصلحة نتنياهو استمرار العدوان، لأن استمرار العدوان يضمن بقاء اليمين المتطرف إلى جانبه ويحميه في الحكم، وبالتالي لا يلتفت كثيرا إلى هذه الحركات رغم أهميتها، رغم أنها تخلق حالة من الإرباك. على سبيل المثال بما نسمع أن هناك حالة من عدم الانسجام ما بين نتنياهو وما بين جنت يعني في مجلس الحرب ومجلس الجيش، رغم أنهم في القضايا الاستراتيجية واستمرار العدوان والسيطرة على قطاع غزة متفقين، هم يختلفون على السياسات، لكن هذا يحدث حالة من الإرباك في الداخل الإسرائيلي، ويشعرهم أن نتنياهو والمتطرفين لا يشكلون خطرا على الفلسطينيين، وإنما هم أخطر ما مر على دولة الاحتلال، وهم خطر على المنطقة، وهم خطر على العالم، ونحن بحاجة يعني أي ضغط حقيقي هو ذلك الضغط الذي يسهم في حل هذه الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة في دولة الاحتلال، وحتى اللحظة ائتلاف نتنياهو على ما يبدو أنه قادر على البقاء في الحكم. أستاذ عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح من رام الله، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.